أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد، وأيضا سلام ونعمة المسيح مع جميعكم. العالم المسيحي عم بيحتفل هذا الشهر، هذا الأسبوع وكل الشهر القادم، بنحتفل في أسبوع الآلام، ولكن هاي الفترة حتكون شهر كامل، سواء الاحتفال الغربي حتى نصل إلى أول أسبوع من أيار مايو الاحتفال الشرقي. وهذا طبعا بذكرنا هيك في موضوع آلام وصلب وقيامة يسوع المسيح، واترقبوا البرامج نور لجميع الأمم سواء عبر الفضائيات أو الفيسبوك الصفحة، رح تشوفوا كتير من التعليم عن هذا الأسبوع، وعلى صفحتنا على الفيسبوك رح تشوفوا كذا حلقة اللي بتتكلم عن هذا الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح. ولكن الحلقة اليوم في غاية الأهمية، وهي عبارة عن سؤال: لماذا يقاوم الصليب؟ يعني ما زال فكرة الصليب مقاوم، عم بقاوموها، مرفوضة، يجهلونها، لا يعرفونها. طبعا أقصد ليس فقط المسلمين، ولكن العديد من المسيحيين نجهل إيماننا المسيحي وأهمية هذا الإيمان المتعلق أو المتمحور حول فداء المسيح، أي صلب وقيامة يسوع المسيح. وهذا إن دل على شيء بدل إنه جاء الكلمة صار جسدا حتى يكمل عمل الفداء ويقوم بهذا العمل من أجلك ومن أجلي. حتى من أيام المسيح إلى يومنا هذا كتير ناس عم بتقاوم، كتير ناس عم ترفض، وكتير ناس لا تستسيغ فكرة الصليب. فلماذا يقاوم؟ وهذا حديثي في هذه الحلقة. إذا عندك أي سؤال أو استفسار يمكنك التواصل معنا، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. Thank you.